بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي فوزان الرحمي بن فرزهوري. الآن أريد أن أشرح لكم وأبين لكم بآية القرآن الكريم من الآية الأولى إلى آية السادسة من سورة الحجرة، ومن خلال هذه الآية يهدي الله عباده المؤمنين إلى كيفية الارتباط بالنبي صلى الله عليه وسلم والتعامل معه من كيفيات تقديره واحترامه وتمجيده. كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. هذه الآية بمعنى يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله لا تفضوا أمرا دون أمر الله ورسوله من شرائع دينكم فتبتدعوا، وخاف الله في قولكم وفعلكم أن يخالف أمر الله ورسوله. هذه الآية يصل بحديث النبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذ إلى اليمن فقال: كيف تقضي؟ فقال: أقضي بما في كتاب الله. قال: فإن لم يكن في كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم يكن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أجتهد رأيي. قال: الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم. علاوة على ذلك، يجب علينا أن نرجع إلى المصدر الرئيسي والأولى، وهو القرآن والسنة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أولا. وإذا لم يجد في كليهما فالصحابة والمجتهدين يجتهدون في استنباط الأحكام. أما بعد، قال الله تعالى في آية الثانية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. المعنى بهذه الآية: يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي عند مخاطبتكم ولا تجهروا بمنادته كما يجهر بعضكم لبعض. وميزه في خطابه كما تميز عن غيره في استفاء لحمل رسالة ربه. وقال الإجماع لما لا ينبغي علينا لرفع أصواتنا إلى جانب كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رفعنا أصواتنا عندما كان النبي محمد لا يزال على قياد الحياة، وذلك لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رجلا مكرما ورسولا على قومه. وقال الله: أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، بمعنى وجوب الإيمان به ومحبته وطاعته والاقتداء به، وخشية أن تبطل أعمالكم وأنتم لا تشعرون ولا تحسون بذلك. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا هريرة قال: إن رجل لا يتكلم بالكلمة ما يلكي لها بالبالا يهوي بها في نار جهنم، وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة ما يلقي لها بالا يرفع الله بها في الجنة. وقال الله أيضا في آية الثالثة من سورة الحجر: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. ومعنى هذه الآية: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين اختبر الله قلوبهم وأخلصها للتقوى لهم من الله مغفرة لذنوبهم وثواب جزيل وهو الجنة. من الواضح أن يجب علينا أن نتيء الرسول لله صلى الله عليه وسلم ونحترمه بعمل سنته من الأفعال وأقوال وتكرير والصفة بالانتماء إلى أعضاء الجنة إن شاء الله. هذا فقط مني، شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي فهيم فواز بلد في أمان. شكرا على صديقي الكريم على حسن البيان والشرح مباشرة. وأنا أتوصل بسورة الحجرات آيات 4-5. حيا نتوصل بقراءة القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. التفسير: ابن كثير من الآية 4-5
في سورة الحجرات. أولا، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، ثم إنه تبارك وتعالى ذم الذين ينادونه من وراء الحجرات وهي بيوت نسائه كما يصنع أجلاف الأعراب. ثانيا، أكثرهم لا يعقلون، ثم أرشد تعالى إلى الأدب في ذلك. ثالثا، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، أي لكان لهم في ذلك الخيرة والمصلحة في الدنيا والآخرة. ورابعا، والله غفور رحيم. ثم قال جل ثناؤه داعيا لهم إلى التوبة، والله غفور رحيم. طيب، وخلاصة القول التأمل من الآية، وكيف نعامل وتطبيق هذا العمل المحبوب في وقت معاصرين. هذه الآية مهمة لأنها تعلم المسلمين الإجراءات التي يجب أن توجد في المجتمع الإسلامي، ليس فقط في زمن الرسول أثناء حياته، بل هذه الآية تعلم الطريقة للتواصل الاجتماعي. بذلك يجب علينا أن نحترم الآخرين. فقط هذا مني، شكرا. الآن ننتقل إلى فارس. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمي أحمد فارس بن أحمد زيلاني، رقم التسجيل 01-0-48. طيب، شكرا فهيم على شرحك. طيب، نوصل إلى الآية من سورة الحجر، الآية 6-8. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون. فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. نأتي إلى شرح الآية الإجمالا. طيب، الله سبحانه وتعالى يأمر بالتثبت على الخبر التي جاءت من الفاسق ليحتاط له لئلا يحكم بقوله. وهذه الآيات نزل عندما الرسول صلى الله عليه وسلم بعث الوليد بن عقبة ابن أبي معيط، طيب، ليأخذ الصدقات من بني مصطلق، كما ذكر في حديث طويل. طيب، هناك حديث، طيب، ننظر إلى هذا. طيب، والله سبحانه ولنا علينا أن نتبع ما أمر الله والرسول، لأنه هو أولى، لأن أمر الله والرسول هو أولى من أمور الناس. إذا يبدأ الأمور من الناس فصعبة أموره، كما قال تعالى لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، بمعنى الصعب في الأمور أو العمل. طيب، ومن الصفات المؤمن هو حب الإيمان وزينه في القلوب، ويكره أفعال الكفر والفسوق والعصيان، كما قال في حديث مرفوع،
من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم. أن يعطي الله عز وجل للمؤمنين النعمة الكبيرة وهو يكره أفعال الكفر والفسق. الله عليم يستحق الهداية لمن يشاء والضلال لمن يشاء، والحكيم في قوله وفعله وشريعته وقدرته. الآن ننظر إلى ماذا نفعل في وقت الآن. كما عرفنا الآن هو الزمان الفتن، ماذا نفعل؟ أولا التبين أو التثبت في أي خبر أو النبأ الذي جاء من الفاسق. والثاني لا تعجل في كل الأمور، بل الأمر الله والرسول أولى من كل الأمور. والثاني تقوي الإيمان، تقوي الإيمان وزين له بالأعمال الشريعة واتباع سنة الرسول. وأخيرا ترك الشرك والفسوق في الحياة. ماذا يستفاد من هذه الآيات وما يرشد إليه الآيات؟ أولا علينا أن يتبين الخبر أو النبأ إذا جاء من الفاسق. والثاني علينا أن يتبع أمر الله والرسول، ولا تتبع أمر الناس بالشر. إذا أمر الخير فاتبع، هذا يجوز. وأخيرا علينا أن يترك صفات الكفر، علينا أن يترك صفات الكفر والفسوق والعصيان. طيب، شكرا على حسن استماعكم. نأتي إلى عريف حفيظ الدين. شوفي ما في. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي عارف حفيظ الدين بن زلدين. شكرا على حسن شرحك يا أخي فارس أحمد فارس. وأنا أتواصل بسورة الحجرة آية 9-10. هيا نتواصل بقراءة القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. والجدير بذكر التفسير من الآية 9-10 سورة الحجرات. إنما المؤمنون إخوة يقول تعالى آمرا بالإصلاح بين الفئتين الباغين بعضهم على بعض، ثم فأصلحوا بين أخويكم، يعني الفئتين المقتتلتين، ثم واتقوا الله يعني خوف من الله في جميع أموركم لعلكم ترحمون. وهذا تحقيق منه تعالى للرحمة من لمن اتقاه. هذا التفسير هي من كتاب التفسير ابن كثير. ومن ثم المشروعيات من الآيتين. من الآيتين نعرف أن المؤمنين كالبنيان يشد بعضكم بعضا، فيجوز علينا أن نصل صلة رحيم مع الآخرين. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي يوسف عن عبد الله بن سلم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا والناس نيام تدخل الجنة بسلام. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وخلاصة القول تأمل من الآية وكيف نعمل وتطبيق هذا العمل المحبوب في هذا الوقت. علينا اختار الأخوة الصادقة لتحفيز الإيمان والتقوى، لأن نعمة الأخوة من أفضل النعم من الله تعالى للمسلم.
ثم صلوا الأرحام من حقوق المسلم على المسلم. ومن ثم علينا أن نحب لأخينا المسلم ما تحب لنفسك من خير، وأخيرا من لا يرحم لا يرحم. هذا فقط مني، شكرا جزيلا والحمد لله. إلى اللقاء، أسلم هذا التقديم إلى صديقي أحب عارش كرمي بن صلاح الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي عرش كرمي بن صلاح الدين. إن شاء الله سأشرح عن سورة الهجرة في آية 11. ينهى تعالى عن السخرية بالناس، وهو احتقارهم واستهزاء بهم، كما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الكبر من بتر الحق وغمط الناس، ويروى وغمط الناس. والمراد من ذلك احتقارهم واستصغارهم، وهذا حرام، فإنه قد يكون محتقر أعظم قدرا عند الله وأحب إليه من ساخر منه المختقر له. ولهذا قال: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم. فنص على نهي الرجال وعطف بنهي الإنسان. وقوله: ولا تلمزوا أنفسكم، أي لا تلمزوا الناس. والهماز اللماز من الرجال مذموم ملعون، كما قال الله تعالى: ويل لكل همزة لمزة. فالهمز بالفعل واللمز بالقول، كما قال الله في سورة القلم: هماز مشاء بنميم، أي يحتقر الناس ويهمزهم طاعنا عليهم ويمشي بينهم بالنميمة، وهي اللمز بالمقال. ولهذا قال هاهنا: ولا تلمزوا أنفسكم، كما قال في سورة النساء: ولا تقتلوا أنفسكم، أي لا يقتل بعضكم بعضا. قال ابن عباس ومجاهد والسعيد بن جبير وقتادة ومقاتل بن حيان: ولا تلمزوا أنفسكم، أي لا يتعن بعضكم على بعض. وقوله: ولا تنابزوا بالألقاب، أي لا تتداعوا بالألقاب، وهي التي يسوء الشخص سماعها. قال إمام أحمد: حدثنا إسماعيل، حدثنا داود بن أبي هند عن شعب قال: حدثنا أبو جبيرة بن الضحاك قال: فينا نزلت في بني سلمة: ولا تنابزوا بالألقاب. قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وليس فينا